مرحبا بكم، انا محمد الهادي بن حسين، فريق اول متقاعد من الجيش. رتبة فريق اول هي اعلى رتبة في الجيش، وانا متقاعد منذ 17 سنة. وتعهد بخطة رئيس أركان جيش البر لمدة 12 سنة تقريبا، وجيش البر على غرار المكونات الأخرى في الدفاع الوطني من أقدر الجيوش في المنطقة لحماية الحدود وتحقيق الدفاع عن البلاد. الإرهاب موجود، الإرهاب موجود، حدودنا مخترقة، حدود برية، حدود جوية، حدود بحرية، كلها مخترقة. الاختراق نتاع الحدود شنو اللي فيه؟ في أشياء قاعدة تدخل ما نعرفوش شنو، بصفة غير قانونية، ما يجي من المعابر القانونية. وصلوا حتى بعض المتجاوز اللي يجتازوا الحدود، وصلوا يحملوا سلاح ويتصدروا لقوة الأمن. هذه شنو هي الوضعية هذه تو؟ احنا انا شخصيا اعتبر وان موضوع حماية البلاد من الارهاب ومقاومة الجريمة وازالة الفوضى، الفوضى في حياتنا اليومية كبيرة وصغيرة ومتوسطة، فوضى على الطرقات اليوم، الحوادث والقتلى بالجملة على الطرقات، ثم هناك تسيب. هالتسيب هذا احنا قادرين عليه، قادرين باش نسيطروا وننظفوا بلادنا من الامور هذه بالتعاون مع كل مكونات البلاد، مع الشعب، والامور واضحه باش نخليه البلاد نظيفه غايبه بعيده. يعني ما عندهاش المواطن ما عندوش خوف، لا عنده خوف من الارهاب، لا عنده خوف يركب في الكار ولا في الترينو، لا عنده خوف على خدمته، لا عنده خوف على اولاده. هدايا من اولوياتي انا شخصيا بالنسبه للترشح نتاعي في هذه الفرصه. فما قانون، احنا في تونس، في تونس والدستور، الدستور ينص على ان بلادنا دوله مدنيه تقوم على المواطنة وعلوية القانون، المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون. القانون يلزم يطبق، علوية القانون يعني فوق منا الكل، مش يطلع ويهرب، فوق منا الكل علوية القانون. القانون مسطرة، فيه ظلم، وعندنا ثقة تامة في القضاء. قبل كل شيء أنا متقاعد، وعندما كنت داخل الجيش تحت السلاح، احنا نقولوا تحت السلاح شو اللي زعر، ما عندناش الحق ندخلوا في السياسه، واللي هو يحب يدخل في السياسه يقدم استقالته ويقبلوها له ويخرج على روحه يعمل سياسه خارج الجيش، خارج المؤسسه العسكريه. اذا كان خارج متقاعد وبعد مده معينه، خاصه اذا كانت عنده مسؤوليه كبيره، عنده حقه كمواطن كالناس، متقاعد من الجيش، عمل بعد ما خرجت من الجيش قم بمهام مدير عام للأمن الوطني لمدة تقارب 4 سنوات في أحلك الظروف وقتها. بلادنا ما تمسك في حد شيء، في حد شيء ما تمسك، والأمن الوطني اللي نحييه بكل المكونات، كأمن، كحرس وطني، كديوانة، كسجون، كحماية مدنية، نحييهم، وهما من أقدر وأجدر الناس والمؤسسات والدولة تفتخر بهم، هما اللي خلونا نعيشوا في أمان داخل البلاد. أنا شخصيا نطمن المواطنين، نطمن التوانسة إخواني وأخواتي الكل، وأنهم باش يعيشوا في أمان في المستقبل، باش يتنحى عليهم الخوف، باش تنحى عليهم الفوضى، ونخرجوا من المستنقع اللي احنا فيه. وين الثقة؟ لا ثقة بين العامل
والأهلي لا ثقة بين المسؤول واللي يتبعوه، لا ثقة في الإدارة، لا ثقة في المستشفى، لا ثقة في 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 حد شيء. هاو نشوفوا فيه، هاو نشوفوا فيه. ترى اليوم باش تاخذ الطيارة تستمع، وكنا نستمع يا دنوبي بعد ساعة، يا دنوبي بعد 24 ساعة تكفي. وناس طيشة يا غير ذلك. برا شوفوا قدام السبيطارات، يجي من 5 تاع الصباح باش يشد الصف، الطبيب يجي في 11. هي مشي الغلطة من الطبيب، السيستم، السيستم معطر داخل بعض. واحنا ما نستاهلوش، تونس تستاهل الشيء هذا. تونس كان قدوة، كانوا يجيو من يجيو هنا لتونس في بلادنا، يجيو لتونس مسؤولين من الدول، بعض الدول الإفريقية الشقيقة، ويقولوا نتمناو نكونوا في مستوى تونس في العشرية الجاية، هنا 10 سنين. احنا وين تو؟ احنا وين في هذا؟ احنا وين؟ احنا في موجودين هذا تو. بعض من الدول هذوما اللي تكلمت عليهم هما تو فايتين، وليناش احنا نتمناهم تقطع عليه. انا قوي بالقانون، انا قوي بتطبيق الدستور وحمايته، لانه في بعض الحالات راهو مش نطبق 100%. انا قوي بإرادة الشعب، انا قوي بالثقة المتبادلة مع الشعب. بهالقوة هذه المواطن باش يعاون ويقف، ولكلنا نخرج من هذه من هذه الصعوبات. فما حتى مشكل، حتى مشكل. نرجع للثقة المتبادلة، نرجع لظروف العمل، نرجع لتطبيق القانون. كل ذي حق ياخذه، لا تهميش ولا محقنية. اليوم هاك تشوف المواطن كيفاش عايش، في بالك اللي كثروا البرباشة في تونس. البرباشة تعرف نوما هذم اللي بفشوا في الزبلة باش يلوي رغيف خبز، خبز يروح به لدارو. شوفوا شنو اللي قاعدين يلموا، يلف في البلاستيك، يلم في كذا، وكيفاش وليت. فما كمان قاعدين يهزوا فهمتي حمولات هكا، واللي يهز على ظهره، واللي يهز في 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 موتور وغيره. ماشي هذا كان عندنا، هذا كان عندنا هذا، وينهم؟ شكون اللي يبيهم هذوما؟ شكون اللي يبيهم؟ وغيرهم هذا ما يتشاف، واللي ما يتشافوش، واللي هما يعني تلقاه انسان نظيف وكذا، واقف تحت الحيط يتعدى واحد يقول بلي عاوني، وهو بالشهامه نتاعو كل شيء وقف عاون. صعوبات، صعوبات جمع عايشتها البلاد. احنا انا شخصيا عازم على ربي هالشيء هذايا باش تنحى، باش يتنحى، باش يتنحى بي يعني بتوفير كل الاسباب لتنحيته من يعني اعانات، من فرص عمل الى غير ذلك. انا شخصيا قدمت الملف متاعي فيما يخص الترشح لهذه الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وذلك يوم 9، يوم الجمعة 9 أوت. قدمت الملف متاعي، قبله الملف متاعي كامل وعندي فيه وصف. ربما الملف هذا بطبيعة الحال باش يغربلوا ويشوفوا، خاصة تزكيات وجاي، ربما تلقى فيه يعني أسماء تحت، أو ربما اسمه يعني مش مطابق لبطاقة التعريف، ربما السن نتاعو تحت 18 سنة، ربما مش مسجل روحه في الانتخاب. هذه أنا قدمنا العدد الوافر، قدمنا العدد الوافر، طالبين مطلوب 10,000 تزكية، قدم أكثر من 11,000. طالبين على الأقل 10 دوائر انتخابية، قدمنا 17. على كل هما عنا ثقة فيهم، شافوا الملف وكل، لكني ما رجعونيش، ما قالوا ليش وهلا يعني في الإجراءات باش يجاوبونا بعد ما دفعنا الملف وكل شيء، باش يجاوبونا يقولوا لنا شنو هي النقائص اللي يعني الملاحظة في الملف، ويعطيونا 48 ساعة باش نتفداه. أنا ما اتصلوش بيا، ما اتصلوش بيا.
وانا كنت دخلت على حسن نية وعندي ثقة في أن الملف تاكل، لذلك التجأت للقضاء. القضاء انصفي، القضاء للنزه، والنزه كذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. هي عم قائمة بعمل كبير بكل شفافية، ونحييهم كل أفراد الهيئة هذه ماهيش خدمة سهلة في ظروف هذه، يعني هما توا كما يقولوا يمشيوا في انتخابات رئاسية وانتخابات تشريعية في نفس الوقت، يعني هذا شيء كي نقضوا عليه هنا في تونس شيء عظيم. وأني أحيي الشعب التونسي وأجدد له عزمي وثقتي في أن البلاد سوف ترجع بالصفاوة متاعها، والتونسي باش يعيش من دون خوف في بلاده، ويرجع له الأمل ويترفع الكابوس، والشباب التونسي ومختلف الشرائح الأخرى اللي ضاق بهم المجال في تونس بحول الله باش يرجعوا للجاذبية متاع بلادهم، وباش يعطيوا الكثير لبلادهم، لأن هذاك المستقبل متاع البلاد.